عبد اللطيف، ايه اللي محتاجه جوزيه جميس في الفتره اللي جايه؟ انا اتكلمت من شويه على النقاط بتاعتنا بقى في اول 17 مباراه وتاثيرها على الموسم. زي ما احنا قلنا الموسم كان فيه في 17 مباراه ده اسوريو لعب ماتشات، كابتن معتمد لعب، وهو دلوقتي داخل على نصف الدوري لوحده. لما احنا نيجي نتكلم على النقاط، طب الزمالك دلوقتي جمع كام؟ جمع 28 نقطه. جميل. طيب 28 نقطه دول بيعمل ايه بقى الدور الثاني؟ يعني 17 ماتش بتوع الدور الثاني. فانا برضو جمعت المواسم اخر 10 مواسم عشان احنا كنا بنتكلم عليهم من شويه. هتلاقي ان افضل المواسم اللي الزمالك جمع فيها نقاط هو اللي خد فيها الدوري. لو بتتكلم سنتين 21 و22 هم دول اللي الزمالك جمع فيهم الدوري. بتكلم في اول 17 مباراه في 2021 جمع 39 نقطه وفقد 12 نقطه بس في اول 17 مباراه. دور الماتشات الباقيه 41 نقطه وفقد 10، والموسم اللي بعده 41 نقطه وفقد 10، والدور الثاني 36 وفقد 15. طيب المواسم بقى انت دلوقتي المفروض تعمل ايه الدور الثاني؟ المفروض انت عندك بتتكلم انك لازم تكسب معظم ماتشاتك وتلعب باسلوبك بقى زي ما احنا بنقول، انت ما عليكش اي ضغوط. الزمالك الموسم اللي هو بتاع اسوأ موسم ليه اللي انا بكلمك فيه بالارقام 2017 2018 كان جمع 28 نقطة فقط 23 في أول 17 مباراة. جه الدور الثاني جمع 33 نقطة، ده أنا كلمتك إن جه كابتن إيهاب جلال برضه حصل الدروب. فإحنا مش عايزين الدروب ده يحصل. أنت تقدر تحسن أرقامك في الفترة الجاية، بس في نقطة هي اللي هتحدد برواز جوميز الفترة الجاية اللي أنا بكلمك عليه، أهم نقطة. الأندية اللي هتلعب بطولات أفريقيا الموسم الجاي هتتأهل بناءً عن إيه؟ لو إحنا استعرضنا دلوقتي ترتيب الأندية بتاعت المقدمة وفقا لمباراة الدور الأول، لازم نفرق بين مباراة الدور الأول ومباراة الدور الثاني. صحيح. هتلاقي الترتيب إن بيراميدز لعب 15 مباراة هو اللي في الصدارة مع كام؟ 32 نقطة. وراه إنبي والمصري الاثنين 28 نقطة من 17 مباراة، هم أنهوا الدور الأول بالكامل. الفرق ما بينهم فرق الأهداف والموجات المباشرة. المصري كسب إنبي لكن إنبي بيتفوق في فرق الأهداف، ودي نقطة الخلاف ما بينهم. جميل. بعد كده الاتحاد خرج بره القصه 27 نقطه. جميل. الاهلي والزمالك بقى موقفهم ايه؟ الاهلي خلاص وصل دوري ابطال افريقيا زي ما قلنا، لعب 12 ماتش معاه 24 نقطه. الزمالك لعب 13 ماتش بس في الدور الاول ومعاه 21 نقطه. فاذا الزمالك فاضل له اربع ماتشات قدام فاركو وقدام سيراميكا وقدام طلائع الجيش وقدام بلديه المحله. بلديه المحله الوحيد اللي لم يحدد، بقيه الماتشات دي حددت، يعني هتلعب في ماتشين في يونيو وماتش في يوليو. المنافس بتاعك بيراميدز عنده ماتشين فقط، قدام سموحه 13 يونيو وقدام الاهلي 12 يوليو. لو انت هتاخد بنتائج الدور الاول فالزمالك محتاج ايه؟ الزمالك محتاج يكسب الاربع ماتشات يا احمد بالظبط، وبيراميدز يتعادل ماتش ويخسر ماتش. الناس بتقول لك لا هو لازم يخسر ماتشين، لا يتعادل ماتش عادي. ليه؟ ان دلوقتي فارق الاهداف للزمالك وانا موضحها بلس 8 وفارق الاهداف لبيراميدز بلس 12. انت احنا بنقول لازم الزمالك يكسب اربع ماتشات، لو الزمالك كسب في كل ماتش 1-0 بس فرق هدف بس هيوصل للبلس 12، وطبيعي ان بيراميدز لما يخسر ماتش واحد بس هينزل عن بلس 12، فالتعادل وقتها هيبقى في صالح الزمالك. فانت محتاج ان بيراميدز لو هتاخد بنتائج الدور الاول يتعادل ماتش ويخسر ماتش، مش شرط يخسر الماتشين. يعني لو تعادل قدام سموحه وخسر قدام الاهلي في نتائج الدور الاول وانت اعتمدت نتائج الدور الاول والزمالك كسب الاربع ماتشات يقدر يوصل دوري ابطال افريقيا. طب لو انت مش هتاخد بالكلام ده كله وهتستنى لاخر الموسم فانت يبقى عندك منافسه طويله، وهي دي اللي احنا بنتكلم فيها واتكلمت مسعد وضحها. هتبقى عندك قصه كبيره مع جوميز بقى، انت هتعمل ايه بقى؟ لانك انت عندك بقى ضغط ماتشات غير طبيعي. انا عايز استعرض برضو الجدول بتاع الدوري المصري وفقا للدور الاول. لا ما هو لسه في بالكامل. لا لسه احنا في مباريات مؤجله. هو احنا كنا بنلعب الماتش اللي فات ده الجوله 25 بس بالظبط. لا انا عملت وفقا لحاجه تانيه، وفقا لاول 17 ماتش. يلا بينا. لكل فريق ماشي، يعني اول 17 ماتش باستثناء النادي الوحيد اللي ما لعبش 17 هو النادي الاهلي. الاهلي بس لعب 15 مباراه، بقيه الفرق لعبت 17 واكتر. فانت بتتكلم في انت ترتيب الفرق، انت في المركز الثالث معاك 28 نقطه، فرق الاهداف لصالحك في المركز الثالث وفقا لاول 17 مباراه.
وده بنقول لك ايه، ان انت عندك عندك مركزك بيؤهلك انك تنافس على الاقل على مقعد. يعني حته ان انت تسيب البتاع الموضوع بدري يفلت من ايدك ده طبعًا. لا ولازم انا بتمنى خلال الاسبوعين دول يا احمد صح رابطه الانديه توضح يا جماعه النتائج البطولات الافريقيه هتبقى امتى، موعد ارسالها امتى، عشان ده هيفرق جدا مع جونز، يفرق جدا مع الزمالك. انت لما تاخد نتائج الدور الاول هيبقى الرؤيه واضحه بالنسبه لك في منتصف يوليو. طب فهمني الجدول ده كده، لان كله بالنسبه لي مثلا بيراميدز 17 من الزمالك 17 الاهلي بس الوحيد 15 انا بتكلم على الفرق وفقا لاول الأهل 17 كده كده خلاص هو هيلعب دوري الابطال دون النظر لترتيب. انا بتكلم برضو على ترتيب الزمالك، لو انت الزمالك دلوقتي وفقا للترتيب اللي احنا ايه، فرقه لعبه 23 ماتش وفرقه لعبه 22 وفرقه لعبه 7، فانت بتيجي تتكلم ان الزمالك دلوقتي المركز ال 12، لكن انت لو جيت رتبتهم بناء عن اول 17 ماتش لعبوه في كل الفرق، اول 17 ماتش هم ماتشات الدور الاول، هتلاقيه هو في المركز الثالث عادي ب 28 نقطه، هو الجاب بس بينك وبين الاهلي وبيراميدز كان فارق النقاط. فانا بكلمك في نقطه مهمه، وهي النقطه ايه؟ ان الزمالك داخل على ضغط مباراه غير مسبوق. يمكن عايز اتكلم في النقطه دي، مهمه جدا. اخر نقطه، مقارنه بين عدد مباريات الزمالك في الدوري لما بنخلص شهر مايو. النقطه دي مهمه جدا نوضحها، ان الموسم ده موسم مضغوط غير مسبوق من ايام 2020 بتاع كورونا. انت بتتكلم في موسم 2020 الزمالك لعب 16 مباراه بنهايه شهر فبراير. طبعا اتوقف الدوري عشان الكورونا، فرجع الزمالك استكمله امتى؟ في اغسطس، وخلصه في اكتوبر. في خلال 80 يوم لعب كام؟ 18 مباراه. انت بتتكلم ان الموسم ده، احنا وصلنا اهو خلصنا شهر مايو، الزمالك لعب 17 مباراه، فاضل له قد ايه؟ 17 مباراه. وفقا للتصريحات اللي طالعه، وده كلام مش رسمي، تصريحات طالعه ان الدوري هيخلص منتصف اغسطس. الزمالك اول ماتش ليه 14 يونيو، من 14 يونيو لمنتصف اغسطس قول من عندي 62 يوم. فانت تخيل الزمالك مطالب يلعب 17 مباراه في 62 يوم، عشان الناس اللي هتبدا تهاجم المدرب. ما انت بتتكلم في نقطه صعبه جدا. انت في عز الكورونا لعبت 18 مباراه في كام؟ في 80 يوم، وكان ارهاق كبير جدا، وكان سبب رئيسي ان الزمالك يخسر نهائي افريقيا، ارهاق البدني اللي اللعيبه بذلته عشان المركز المؤهل لدوري ابطال افريقيا. صحيح. وده ارهقهم جدا بدنيا في النهائي. فانت دلوقتي بتتكلم ان الزمالك هيلعب 17 مباراه وفقا انا بقول لك انت كده عايز كل اسبوع تلعب مباراتين؟ انت هتلعب كل كل يعني يومين كده يعني انت بتتكلم مثلا انا بقول لك وفقا للمعلن لحد دلوقتي 8 ماتشات. طيب انت بتتكلم كده، لو احنا هنتخيل في ال 60 يوم دول بتتكلم كل اسبوع بيلعب ماتشين، فانت في الشهر لو قسمنا ال 60 يوم ان هم شهرين، ففي الشهر تلعب 8، ف 2 في 8 ب 16، 16 ماتش اللي هو كل اسبوع مباراتين، مفيش جدال. ومستحيل ده يحصل. هو عايز يخلص الدوري على كده. النقطة صحيح. الأهم، النقطة الأهم واللي لازم الناس عشان يبقى برضو فاهمة الراجل هيفكر ازاي. انت عندك ثلاث لعيبة، بنقول اهو ثلاث لعيبة رايحة الأولمبياد. حسام عبد المجيد ده رقم أساسي في خط الدفاع. محمد شحاتة. وزياد كمال. بالظبط. فأنت عندك هيبقى عند الراجل عنده مشكلة كبيرة جدا، مين هيلعب معاه قلب دفاع؟ ومين اللي هيلعب معاه خط نص مع دونجا؟ هتواجهه لو حصل لا قدر الله اصابه من هنا اصابه من هنا، هل هترجع الزناري يلعب قلب دفاع؟ هل هتعتمد على ياسر حمد؟ فاحنا مقبلين على ان الراجل فعلا هيبدا يجرب. انتوا مستعجلين ليه؟ انا بتكلم انتوا مستعجلين. الراجل فعلا جاي له التجربه ان هو لازم هيدي لعيبه ولازم هيطلع لعيبه لانه مجبر. انت في تلاحم الماتشات اللي فات ده كانت في لعيبه بتتصاب لوحدها، فتخيل بقى اللي انا بقوله لك ده. انت بتتكلم 62 يوم تلعب 17 مباراه، فانت لازم هتختار كل الفرق، بجانب ان في عناصر هتروح الاولمبياد، فانت هتبقى مضطر اضطرار رهيب انك تغير في التشكيل. طيب في اي حاجه تانية هتقولها في المقابله؟ لا انا كده وضحت كل حاجه. خدت نايبك انت كده وضحت.